السلام عليكم. بصوا يا جماعة، في أول ليلة كده من ليالي رمضان، كل عام وحضراتكم بخير. نصايحي كده إن شاء الله لمرضى السكر. طبعا أنا اتكلمت في حلقة قبل كده عن النصائح والإرشادات العامة لمرضى السكر، فإن شاء الله هنتكلم بسرعة جدا في أول يوم وأول سحور لينا في رمضان السنة دي 2020. تمام. طبعا بكرة مش هنعمل رياضة في النهار، فأول حاجة هنعملها هنعمل رياضة دلوقتي. الرياضة بتاعتنا دلوقتي اللي هي صلاة التراويح. وقلنا يا جماعة مش هنعمل فرق، مش هنقارن بين صلاة التراويح والرياضة، لأن طبعا مفيش وجه مقارنة خالص، ولكن احنا مش عايزين نعمل رياضة ونجهد نفسنا ونعمل وما نصليش، لا نصلي ونعمل الرياضة من خلال الصلاة بتاعتنا. دي رقم واحد. رقم اتنين، شرب الماء بكثرة. شرب الماء بكثرة، لا تشرب من حوالي من 8 ل 10 أكواب مية طول الليل. تشرب في مية وتدخل الحمام، يشرب مية ويدخل الحمام، ولكن طبعا مش هشرب ميه واملى معدتي على الاخر، يعني ده اللي هنعمله في السحور. لا، هنعمل ايه؟ هنشرب ميه عادي، يعني نشرب عادي وندخل عادي الحمام. النقطه اللي بعد كده، ما تشربش اي حاجه فيها ماده الكافيين زي الشاي او القهوه. ما تفضلش طول الليل تشرب في شاي وقهوه عشان تفضل سهران طول الليل وتنام طول النهار، مش عايزين كده. دي النقطه الثانيه، عشان الشاي والقهوه والحاجات اللي فيها الكافيين بيعملوا اضرار للبول، واحنا مش عايزين اضرار للبول، ان احنا كده كده في النهار هنفقد كل المية اللي موجودة في الجسم. النقطة الثالثة، وجبة السحور بتاعتك. وجبة السحور بتاعتك هتكون لحد الفجر، مش هتسحر قبل كده. ليه؟ عشان انت عندك 16 ساعة 17 ساعة صيام، مش عايزين نصوم كل العدد ده. طيب انا عندي 16 ساعة، اخليهم لي 18 ساعة وانا اروح اتسحر الساعة 12 بالليل ليه؟ وازودهم اتسحر الساعة 3 الفجر، الفجر بيأذن 4 الا تلت، اخليني الساعة 3 معايا نص ساعة اتسحر فيها. ماشي. في وجبة السحور اوعى تنسى الانسولين بتاعك او الاقراص بتاعتك، ايا كان العلاج اللي انت بتاخده سواء مريض سكر او اي مريض تاني. تمام. بالنسبة لوجبة السحور كوجبة، هتاخد كل الحاجات اللي هي يعني قلنا اي طعام بيساعد على طوال النهار الجسم في طاقة، يعني بالعربي كده ايه، هاخد حاجة معقدة الهضم زي الفول. زي الفول الوجبة الاساسية بتاعتنا كلنا اللي احنا بناكلها، فانت هتاخد وجبة الفول، ممكن تاخد كوب زبادي، كوب لبن، ممكن تاكل بيض، مفيش مشكلة. هتاخد تشرب مية كتير عادي، بس ما ترهقش، اهم حاجة ما ترهقش الكلى. مش هشرب مية كتير قوي واملى بطني على الاخر ما اقدرش اصلي منها الفجر، لا، اشرب المية اللي جسمك يتحملها، ما تشربش ميه ترهق الكلى والمثانة عشان ما نضرش حاجه تانية. اوعى تنسى العلاج بتاعك، اكتب في النوت بوك بتاعتك هاكل ايه في السحور النهارده. لو عايز تعرف الكلام ده ارجع لوجبه السحور، هتلاقيها موجوده على القناه في اخر الفيديو ده، او هتلاقيها في الشريط اللي بيظهر فوق ده، هتلاقي وجبه السحور الاساسيه لمريض السكر. لكن انا بقول لك على الارشادات العامه بسرعه كده لوجبه، اول وجبه سحور في رمضان. ما تنساش تقيس سكرك بعد السحور بساعتين، ما تنساش تقيس سكرك بعد العصر، وحذاري من النوم لمريض السكر بعد العصر خوفا من الدخول في هبوط السكر، لان الجسم في الوقت ده بيكون فقد كل الطاقة اللي موجودة فيه، فخوف عليك انك تدخل في غيبوبة هبوط سكر، مش ارتفاع سكر، هبوط سكر، نخاف عليك من كده. فخاف على نفسك، خاف على صحتك، وصحتكم مسؤوليتنا ان شاء الله. وما تنساش تعملوا شير ولايك للفيديو ده، عشان بنتعب جدا في تحضير الحلقات، فاحنا بنتعب من اجلكم، فتعبوا شوية من اجلنا بالدعم والضغط على الازرار اللي موجودة تحت القناة دي كلها. واشوفكم في حلقة الافطار ان شاء الله، اول حلقة افطار في رمضان 2020. اعملوا شير، اعملوا لايك، اشتركوا في القناة، ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل عام وحضراتكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.